كيف تنظمين عادات صحية لتحسين نومك؟ يجب أن يكون السرير مريح، فكوني جداً حذرة عند شراء الفرشة والشراشف. يجب أن لا تدعي أي من الإلكترونيات في غرفة النوم، وعدم مشاهدة التلفاز واستخدام الحاسوب في غرفة النوم. غرفة النوم فقط لوظيفة وحيدة وهي النوم. تناول الأغذية التي تحتوي على الميلاتونين كالموز والسمك أيضاً، والألبان والخضروات التي تحتوي على الكالسيوم. دائماً يجب أن تكون الغرفة خالية من الضوء حتى يستطيع جسمك إنتاج ميلاتونين طبيعياً. يفضل توقف تناول السوائل قبل ساعتين من الخلود إلى النوم حتى لا تقطعي وقت النوم للذهاب إلى الحمام. يجب عدم تناول القهوة أو وجبات ثقيلة قبل النوم. يفضل إراحة الجسم قبل ساعة من فترة النوم. القيلولة تساعد على النوم في الليل بحيث لا تتعدى 15 إلى 20 دقيقة وفي فترة الظهيرة. ممارسة الرياضة خلال يومك أساسية لنوم مريح في الليل. يفضل أن يكون هناك روتين في النوم، الصحو في الصباح في وقت محدد والخلود إلى النوم في وقت محدد أيضاً. هل تعلم؟ النساء التي تنام أقل من 5 ساعات في اليوم هم عرضة أكثر لزيادة الوزن مع مرور الوقت.